إلى الشأن الصحي، يتخوف سكان مدينة عين والمان الواقعة جنوب ولاية سطيف من مضاعفات وباء المحامرون الذي انتشر بشكل مرعب منذ أكثر من 3 أشهر. واصفين السبب الحقيقي هو الإهمال الكبير في احتواء الوباء حسبهم من طرف مديرية الصحة. فارس شيب رصد لنا التالي. خايفين واحد يعود مريض عنده هذا المرض، يعود الواحد يتعدى منه. كانوا بني عمنا كانوا هنايا، راهو كاين واحد بن عمي كان هنايا. سمعوا باللي كاين داء بوحمرون هنا في المستشفى، ديجا عندي مرت واحد صاحبي البارح جا البارح قال لي اني جيت لهنا ثاني مرت حكموها هوسبيتاليزي هنا. المرضى هذو تاع بوحمرون راهم مخلطينهم مع لي مالاد الاخرين، نورمالمون يديروا لهم عزله، يعزلوهم وحدهم.